هذا ماذا هذا هو السنوراجو في هذا التقرير. مقدمة طريقة العمليات العسكرية مكافحة الإرهاب. وداع استراتيجية العسكرية الأمريكية. قدرات العسكرية الأمريكية ضد الإرهاب. والنقد على دائما العسكرية الأمريكية إلى الحرب على عملية ضد الإرهاب. وختمة. وإذا عندكم أي أسئلة عن الموضوع تفضلوا، وخاصة عن المفروضات إذا عندك أنت لا يفهم شيئا أسأليك. هيا مقدمة. السؤال الرئيسي هو هل يعد العسكرية الأمريكية حربا حربا مكافئة حربا عالميا ضد الإرهابي؟ تعتبر إعداد النظر في تاريخ عمليات عسكرية دائما للحرب عمليات مكافحة الإرهاب وضع استراتيجية تكتيكية وأمريكية طوال في العالم. الأدريات ضد الرعاية للإرهاب أخيرا النقطة. لماذا يضري على 9/11؟ لأن ليس حتى 20 سبتمبر الذي أذن رئيس بوش حرب العملي ضد الإرهاب. لماذا تقرير؟ من المهم أن أتفهم تقرير تعريف للإرهاب. التعريف يعني ما معنى. إذا حسبت إلى وزارة الدفاع، قالوا أن الإرهاب هو الاستخدام المحسوب للعنف غير مشروع أو تهديدا من العنف غير مشروع للتحريص على الخوف إلى خوف تعتزم لإجبار وتخويف الحكومات والمجتمعات في تحقيق الأهداف السياسية الدينية أو الإيديولوجية. والمرة الثانية، التعريف المعني من الإرهاب حسب وزارة الدفاع هو الخطط لاستعمال عنف ضد أهداف ضد الأمريكيون ضد أشخاص أفراديين. ولماذا؟ لتكرير أكلهم لأفكارهم مثل الإسلاميون كما ينبع خليفات وليس نحن علينا. لا نعتقد هذا الوقت، لكن يريدون الإسلاميون أن ينفردن فكرتهم على نفسهم بطريق العنف، وهذا هو التعليق من وزارة الدفاع. ويوجد كثيرا تعريفا اخرى خاصة من الأمم المتحدة وخاصة للعلماء، ولا يوجد تعليما متوافقا. لهذا التقرير في رأيي الإرهاب هو تكتيك. هو تكتيك مثل العسكرية استعملوا تكتيك لتفجير القنبلة من الطائرة من القنازف في الخيول. هو تكتيك فقط، ليست مثل واحد شهر كيف تقول واحد رجل هو إرهابي لكن الآخر هو مقتل حريراً.